بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. عواطف جياشة تلك التي تجول في خواطر المؤمنين في شوقهم إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هم يترجمون هذه الخواطر وهذه العواطف مرة بالدموع شوقا للقائه صلوات الله وسلامه عليه، ومرة أخرى بالدعاء له. وشعارهم فيه: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فنلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى ترانا ونراك وأنت تؤم الملأ. ومرة أخرى يترجم بعض المؤمنين مقالهم ومشاعرهم بالذهاب إلى أماكن تجعلهم أكثر ارتباطا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما أكثرها في بلداننا كونه لا يخلو منه بلد صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأماكن المقدسة التي يرتادها المؤمنين للتعبير عن شوقهم ولقائهم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مسجد السهل المعظم الذي نحن نتواجد فيه حاليا، وحلقة أخرى من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البرنامج الذي يكرس الحديث عن ثقافتنا ومعرفتنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال مجموعة من الأسئلة تطرح على المؤمنين الوافدين إلى هذا المكان لغرض التعبير عن الشوق وعن الحب والولع والوله في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين الكرام. سادة المشاهدين الكرام، مشهد لطالما ألفناه ونحن نتجول في أروقة مسجد السهلة ضمن برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث نلاحظ أن الكثير من العوائل تأتي إلى هذا المكان المقدس وتجلب معها أولادها الصغار، فبيودنا أن نسأل أحد المؤمنين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ علي عبد عون. متعود أنت على المجيء إلى مسجد السهلة؟ دائما نجحنا. نلاحظ أنك تجلب معك أولادك الصغار إلى هذا المكان، ما السبب؟ السبب لأن كونا إحنا تبعة أهل البيت، وهاي يعني طقوسنا زيارتنا. إحنا من كنا أطفال همات كذلك نجي مع الوالد والأخ والأخوان الكبار، فتعلمنا هذا المنهج نعلم أطفالنا. ما هي الدروس التي تعلمها لأولادك وأنت في هذا المسجد؟ الدروس نعلمهم على الإيمان، على الصلاة، على التقوى، على الصبر. نقول لهم كان هذا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كان هنا يجي يصلي، وهي مقامات زين العابدين، مقامات هو يعني هنا مقامات، فنعلمهم على هذه المعالم الدينية. إجابة صحيحة سادة المشاهدين الكرام كانت من الأخ المؤمن، حيث أننا نجلب معنا أولادنا الصغار، الغاية منها هو تعليم الأولاد الصغار الصبر والأخلاق
وإدخالهم في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه المدرسة التي فيها كل شيء، فيها غناء عن كل شيء. الداخل إلى مدرسة أهل البيت لا يحتاج أي أحد في خارجها. كان جوابا صحيحا. نتمنى لك التوفيق ولأولادك، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. أشكر قناة الإمام المهدي. من الأمور التي أكيدا تدخل السرور على قلبي إمامنا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه يشاهد الشباب المؤمن يرتادون إلى هذا المكان المبارك والمقدس، مكان الطاعة والعبادة، مسجد السهل المعظم. فبودنا أن نسأل أحد الأخوة المؤمنين. سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ عبد الله جواد كاظم. كم العمر؟ 21 سنة. أنت متعود على المجيء إلى مسجد السهل؟ الحمد لله، أكثر شيء برمضان ويوم الثلاثاء. هو هذه أفضل أوقات لزيارة هذا المكان. بما أنه أنت معتاد على المجيء إلى مسجد السهلة، ماذا يمثل لك هذا المكان؟ هذا المكان هو عبارة عن مضيف للإمام المهدي، إمام زماننا، وعبارة عن بيت هو لأغلب الأنبياء، عبارة عن بيت نقصد لطلب حاجاتنا ونطلب حاجاتنا يعني من الإمام، وإحنا متأكدين بأن هذه الحاجات راح تنقبل بهذا المكان، ونقصد لطلب الشفاعة يوم القيامة. سادة المشاهدين الكرام، التفاتة مهمة لفت إليها الأخ المؤمن الشاب، حيث أنه يقول أنه مضيف، وبما أننا من أصول عربية فالعرب مشهورون أنه من يقصدهم إلى بيوتهم لا يرجعونهم خالي الوفاض أبدا، فأكيدا سيغدقون عليهم العطاء. ومن أهم عطايا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو قضاءه حوائج المؤمنين. كان جوابا صحيحا. نتمنى له دوام التوفيق. شكرا جزيلا، وهذه شكرا هدية مقدمة من قناة جزيلاً. الإمام المهدي الفضائي. أتشرف حبيبي، شكرا جزيلا. نشكر القناة. سادة المشاهدين الكرام، في الحقيقة مشاهد تبعث على الطمأنينة والسرور والرحمة والعطف حينما تشاهد الأب يحمل معه أولاده الصغار، العائلة بأجمعها تأتي في مثل هذا اليوم إلى مسجد السهلة المبارك. لنستفهم من أخينا المؤمن ما السبب في جلب هؤلاء الأولاد الصغار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ ماجد أبو مقتدى. نلاحظ أنك تجلب معك جميع أولادك الصغار، ما السبب في ذلك؟ في الحقيقة مسجد السهلة وباقي المساجد المعظمة تبعث يعني أشياء مهمة للعائلة، من هاي الأشياء تعليم الأطفال، لزيارات المشاهد المعظمة مثل مسجد السهلة ومزارات الأئمة الكرام، وهذا شيء يعني يعلم الطفل على 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 فشيء حضاري، على شيء ديني، على شيء إيماني، وهذا يعني شيء احنا اللي تعودنا عليه من آبائنا يعني. نعم نعم نعم. سادة المشاهدين الكرام، من الأمور المهمة والملفتة للنظر أن هنالك ما يقال في المدارس الفكرية الأخرى من أن ارتياد المساجد المقدسة هو عبارة عن عبث ومضيعة للوقت. الرسالة التي وجهها الأخ المؤمن أننا نأتي هنا لأماكن التربية وأماكن حضارية ودينية ينهل منها هذا الطفل من هذا المعين الذي لا ينضب، ونقول لهم أيضا أن ارتياد الأماكن المحرمة هل يعد هذا اغتناما للوقت؟ كان الجواب منه صحيحا، وجزاه الله خير الجزاء، ونتمنى لك التوفيق، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. بارك الله بكم، ونشكر هاي القناة ونشكر العاملين على هاي القناة، وبارك الله بكم. سادة المشاهدين الكرام، من الذين يرتادون مسجد السهل المعظم الذين يحملون الشيبة البيضاء، هؤلاء لا يعيقهم إن كانوا كبار سن أو كانوا في حالة صحية صعبة، لا يمنعهم هذا الأمر من الشوق لإمامهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يسرنا أن نلتقي بالشيبة المؤمنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الاسم الكريم؟ حاج سعد عوض عباسي. الله يبارك فيك. حاج سعد، أنت متعود على المجيء إلى مسجد السهل؟ زمان قديم زمان. إن شاء الله متعودين إن شاء الله، إن شاء الله عند ظهور الفرج إن شاء الله. إن شاء الله. الآن بودي أن أسألك سؤال.
بما أننا ننتظر فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ماذا يعني لك انتظار الفرج؟ انتظار الفرج إن شاء الله يعيد الإسلام إلى حقيقته إن شاء الله، حقيقته إن شاء الله، وانتظار الفرج يكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضورها، انتظار الفرج أن ينصر علماءنا إن شاء الله على شو نقول؟ ينصر على الكفار والإرهابيين والإرهابية وجميع الكفرة إن شاء الله. كان جوابا صحيحا سادة المشاهدين الكرام، في الحقيقة انتظار الفرج هو يعد نصرة لعلمائنا الأعلام مراجع التقليد الذين نرجع إليهم في كل أمورنا وشؤون حياتنا، كيف لا وهم يعدون وكلاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتمنى له دوام التوفيق، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائي. القريب فرج، القريب فرج، ويكفينا شر الأشرار من الفجار طارق الليل والنهار برحمتك يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احفظ العراق والعراقيين ويكفينا شر الأشرار. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم مولاي؟ أبو محمد. حاج أبو محمد، أنت من الذين يرتادون مسجد السهلة باستمرار؟ نعم إن شاء الله. مسجد السهلة المعظم نحن نعلم مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن أهم الصفات في آخر الزمان هو انتظار الفرج، فماذا يعني لك انتظار الفرج؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أعمال أمتي هو انتظار الفرج، ويجب أن يكون منتظر متعلي بصفات محمد وآل محمد، وأن يكون أن تكون التقوى هي زاد هذا الإنسان، وأن لا يعصي الله في أعماله ولا أقواله إن شاء الله. نقطة مهمة سادة المشاهدين الكرام لفت إليها الحاج الكريم أبو محمد، هو أنه يجب أن يكون انتظار الفرج المنتظر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يتصف بالكثير من الصفات، صفات الإيمان والتقوى وأن يخشى الله عز وجل. كان جوابا صحيحا، نتمنى له دوام التوفيق، ونرجو من الله عز وجل أن يمد في أعمار المؤمنين لينعموا برؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نشكرك، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائي. أحسنتم بارك الله بكم، وإن شاء الله أن يشكر سعيكم ويوفقكم لنا فيه الخير والصلاح إن شاء الله. سادة المشاهدين الكرام، كما عودناكم في كل حلقة أننا نتجول بين المقامات المقدسة في مسجد السهل المعظم، ونستطلع آراء المؤمنين، ونعمل على توجيه الأسئلة فيما يخص الإمام المهدي، ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ جابر عبد الأمير الجشعمي. هل أنت من الذين يرتادون مسجد السهل باستمرار؟ نعم بلي، دائما أنا أزور المهدي باستمرار يعني. بما أننا نعيش أيام الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأكيدا هو يريد منا الاستعداد لظهوره المبارك، فهل أنت على استعداد للظهور الإمام؟ نعم بل إن شاء الله، وأنا أعتقادي يعني بهم ومن الموالين إن شاء الله. كيف هذا الاستعداد؟ كيف توضح لي استعدادك لظهور؟ والله عقيدتي مطابقة إلى عقيدتهم إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله نتأمل الفرج قريب إن شاء الله من الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، وأن يزيح هاي الغمة عن هاي الأمة. نقطة مهمة ومضيئة أيضا أشار إليها الأخ المؤمن، أن عقيدتنا في حياتنا مطابقة لعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه،
وهذه من الأمور المهمة جدا والملفتة للنظر، أننا فيما لو كانت عقيدتنا مخالفة لعقيدة أهل البيت فأكيدا أننا لن نحظى بلقاء الإمام، بل على العكس لعل إذا ظهر الإمام نكون من المحاربين له. فمن المهم جدا الحفاظ على عقيدة الإنسان تمسكه بأهل بيت الرحمة. كان جوابا صحيحا، نشكرك غاية الشكر، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي. جزيل الشكر إن شاء الله، رحم الله والديكم والله يوفقكم، ونشكر قناة المهدي عليه السلام وبارك الله بكم، مشكورين. سادة المشاهدين الكرام، متواصلون وإياكم وجولتنا بين المؤمنين في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ عبد الله السليم الجعفري. حاج عبد الله، أنت أكيدا من الذين يرتادون مسجد السهلة بكثرة. إن شاء الله. بودي أن أسألك سؤال، بما أننا نعيش زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الغيبة التي طال أمدها ونحن بشوق وبلهفة إلى الظهور المبارك، ولكن هنالك سؤال، هل أنت على استعداد لظهور الإمام؟ بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله على استعداد لظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. بين لي مظهر من مظاهر الاستعداد. والله هو المظاهر مثل ما يقولون، يعني شلون مظاهر المؤمن، انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي من اهمها، الصبر على البلاء، الحمد لله عز وجل على كل ما يقسم، ماشي، ونسال الله ان يفرج هذه الغمه عن هذه الامه بظهور الحجه ان شاء الله. إجابة كانت صحيحة سادة المشاهدين الكرام. من مظاهر الاستعداد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أرجاء الأمة وفي أوساط أبناء هذه الأمة، فإن الإمام إذا ما شاهد الأمة تنهى عن المنكر وتعمل بالمعروف أكيدا يجعل في نفسه أن هذه الأمة مستعدة لظهوره، فإن شاء الله نحظى بظهوره. كان إجابة صحيحة، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. مشكور، مشكورين، نشكر قناة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونسأل الله التوفيق لكم جميعا إن شاء الله. حياكم الله. أبا الأعمال. سادة المشاهدين الكرام، مستمرون وإياكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ وليد مسلم عبد علي الحداد. أنت معتاد في كل مرة أن تأتي إلى مسجد السهلة؟ دائما معتاد أن أجي إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه، مسجد السهلة. بما أننا نعيش في زمن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك أنت تجلس في بيت يقال في الروايات أنه سيكون بيت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فماذا تقول للإمام وأنت في بيته؟ من الإمام أن يشفعنا عند الله المعرفة بالإمام المهدي عجل الله فرجه الكريم، وإن شاء الله يشفعنا لهذه الأمة سادة المشاهدين الكرام، الملاحظ في هذه الإجابة أنه هو يطلب من الإمام المهدي أن يشفع له عند الله عز وجل في زيادة المعرفة بالإمام المهدي، وهذا في الحقيقة غاية الفخر في الدنيا والآخرة، أننا نحظى بمعرفة الإمام، كون على معرفته تكون نجاتنا وتكون أعمالنا صحيحة بإذن الله تعالى. كانت إجابة موفقة، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. شكرا للإمام المهدي عجل الله فرجه الصحة والعافية، ويهدي هاي الأمة الكريمة. الله يسلمك، حمد الله. شكرا. سادة المشاهدين الكرام، من بركات الحضور في هذا المكان، وخصوصا للآباء الذين يجلبون أبنائهم معهم إلى هذا المكان، أنهم يعلمونهم على حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وحب الأماكن المقدسة. يسرنا أن نلتقي مع برعم مهدوي. سلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ محمد منير عبودي. محمد، أكيدا أنك تحب الإمام المهدي عجل الله تعالى. نعم. فرجه. هل تحفظ دعاء له؟ نعم. نريد أن نسمع منك هذا الدعاء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة
برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن، بارك الله بيك، طيب الله أنفاسك. في الحقيقة حفظ الدعاء بصورة جميلة جدا، سليما من الأخطاء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه بذرة صالحة قد رباها أبوه على حب الإمام المهدي. نتمنى له التوفيق، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. سادة المشاهدين الكرام، بعد أن أتم المؤمنون صلاة المغرب والعشاء وتوجهوا إلى الطاعة والعبادة في ليلة الأربعاء، هذه الليلة المخصوصة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ عبد الرحيم كامل زيدان. أنت الآن في بيت الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فماذا تقول له وأنت في بيته؟ أقول للإمام سلام الله عليه: سامحني يا ابن الزهراء إذا قصرت في حقك، وأستغفر الله من ذنوبي وأتوب إليه. أحسن الله. سادة المشاهدين الكرام، جوابا صحيحا، هو يطلب من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يسامحه، ولطالما نقصر في حق إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولطالما نسأل الله عز وجل ببركته وشفاعته أن يغفر لنا ذنوبنا، كيف لا وهو الملجأ إلينا في هذا الزمان، الزمان التي تكالبت فيه الأعداء علينا. كان جوابا صحيحا، نشكرك غاية الشكر، شكرا جزيلا، بارك الله بك، شكرا. سادة المشاهدين الكرام، حينما نجد شابا بهذا العمر لا زال في مقتبل عمره وحياته يرتاد الأماكن المقدسة لأجل الطاعة والعبادة مع أهله وذويه، أكيداً أنه أمر يدخل السرور على قلب إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذلك يسرنا أن نلتقي به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ زيد عامر عليهم. زيد، أنت معتاد على زيارة مسجد السهلة؟ نعم. تأتي مع أهلك وذويك؟ نعم. ماذا تدعو للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الفرج. تحفظ أنت دعاء الفرج؟ نعم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى بهذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا ودليلا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى. سادة المشاهدين الكرام، حتى ذوي العاهات الخاصة لا يحجبهم هذا الأمر عن مواصلتهم مع إمامهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ علي حسين محمد. أنت متعود دائما على المجيء إلى مسجد السهلة؟ نعم. ماذا تحفظ للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ دعاء الفرج. اقرأه لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي شافي كل مريض، اللهم ربي حفظ العراق سالمين غالمين في ساحات الوغى، والأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أرواح الشهداء السعداء، ندعو لهم الجميع فواب الفاتحة مع الصلوات. بارك الله فيك. أحسن. سادة المشاهدين الكرام، نور البصيرة وحب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يزخر به قلب هذا الشاب
وهو يرجو من إمامه الشفاء العاجل، نتمنى له ولجميع المرضى الشفاء العاجل إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله بك، طيب الله الفاسك. إذن هي كلمات لله فيهن رضا، وللإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تقربا وأداء لبيان ما يحمله المؤمنون في قلوبهم من عشق ومعرفة وثقافة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من خلال هذه الحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ختامه نوجه لكم غاية شكرنا وتقديرنا وامتناننا، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج في منزل المهدي. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.